حياكم الله مشاهدينا من جديد. بنتابع حلقتنا اليوم في برنامج سيدتي مع الصحة النفسية، إذ أظهرت إحصاءات طبية نشرت مؤخرا أن نسبة البالغين الذين يعانون من الأرق بلغت 45%. هذا وتعاني معظم السيدات من هذا المرض الذي يعد واحدا من أبرز اضطرابات النوم. نتابع في هذا التقرير. هو مرض الحرمان من النوم ويعود سلبا على صحة المريض النفسية والجسدية. يشتكي المريض من عدم القدرة على النوم خلال الليل، مما يؤثر عليه ويتعبه خلال النهار. الأرق هو صعوبة في إما بداية النوم أو استمرارية النوم. الأرق قد يكون حاد لفترة زمنية قصيرة أو قد يكون مزمن لفترة زمنية طويلة. نصنف الأرق على حسب نوعية النوم، قد يكون صعوبة في بداية النوم أو قد يكون صعوبة في استمرارية النوم، بحيث أن المريض ينام ولكن يقوم في وسط الليل وما يستطيع أن يكمل، أو صعوبة في إكمال مدة النوم بحيث أنه يقوم مبكر أكثر من الوقت اللازم للاستيقاظ. تعتبر الاضطرابات العضوية والنفسية أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأرق، فالضغوطات العائلية والوظيفية كلها عوامل مشجعة على الإصابة بالأرق. بالنسبة للأرق هناك أسباب كثيرة للأرق. الأسباب قد تكون أسباب عضوية، أمراض مثل أمراض السكري، بعض أمراض الغدد، بعض الناس مصابين بتضخم في البروستات يجب أن يستيقظوا أكثر من مرة للذهاب إلى دورة المياه، أو اضطراب حركة الأطراف أو انقطاع التنفس. فهذه هي الأسباب العضوية. قد تكون أسباب نفسية، مثال أن الإنسان مصاب بقلق أو اكتئاب ويمنعه من النوم لكثرة التفكير للأمور النفسية. تنوعت أسباب الأرق، وفي كل الحالات وجب على المريض استشارة الطبيب للتغلب على هذا المرض. فما هي طرق العلاج؟ علاج الأرق سلوكيا، أولا الإنسان المصاب بالأرق ننصحه يهيئ نفسه للنوم. قبل لا ينام ياخذ له حمام دافي، تكون الغرفة باردة، ويحاول يبتعد عن المأكولات العالية السحرات الحرارية ساعتين قبل النوم، فيكون عشاء مبكر شوية. الغرفة اللي ينام فيها ننصح تكون هادية، وكذلك أنصح المريض بعدم مشاهدة التلفزيون أو الإنترنت أو أي شاشات الكمبيوتر ساعتين قبل النوم. للتعرف أكثر على موضوع اضطرابات النوم نستضيف معنا بالاستوديو اليوم الدكتور يوسف أبو اللبن، مدير المركز الأمريكي النفسي والعصبي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا فيكم دكتور. قبل ما أسألك الأسئلة اللي مجهزتها عن الأرق، كنت أشوف في التقرير قبل شوي أخو يقول أن الواحد لازم يجهز نفسه للنوم عشان يتهيئ للنوم. ممكن أنا بعطيك تجربة شخصية، أن لما تجهز نفسك للنوم يصير عندك أرق أكثر. لا، هو هذا جزء من الحل. فبتحبي نبدأ بالحل ولا نبدأ في المشكلة؟ نبدأ بالمشكلة. خلينا نبدأ في المشكلة لأنه بتعرض لها أنا بعد شوي، أنه كيف نحل الموضوع. دكتور، ليش النساء تصاب بالأرق أكثر من الرجال؟ هو الأرق بشكل عام نحسن نسميه مشكلة العصر عند الرجال والنساء. النساء بشكل عام أول شيء بيحتاجوا لنوم أكثر، وعندهم تغييرات خلينا نقول التغييرات الهرمونية على مدار حياة المرأة، فمن بداية الطمث إلى إذا صار في حمل، الولادة وبعد الولادة والرضاعة، الاهتمام بالأولاد، فهي كلها تقل مع الشغل مع طبعا لما بنضيف الآن إذا كانت الأم عاملة، إذا كان عندها مسؤوليات أخرى تجاه أهلها، مسؤولياتها تجاه زوجها، هذا كلياته بيضيف بيفاقم المشكلة. فعندنا تغييرات الهرمونية مهمة جدا، وهي بتميز
كل شهر أثناء الدورة الشهرية، ما قبل الدورة الشهرية بيصير في اضطراب بالنوم، أثناء الدورة الشهرية في اضطراب بالنوم. الحمل معروف أنه يؤثر ويؤثر على النوم بشكل كبير. الولادة، الحاجة للرضاعة أثناء الليل والنوم المتقطع والاهتمام بالرضيع والاهتمام بالطفل بعدين، فهذا كله بنلاقي عند المرأة. وللأسف الرجل ربما إما يكون متجاهل الموضوع أو حتى يعني من ناحية نفسية، حتى الرجال عندهم أرق دكتور، لأن الحين مرض العصر صاير، فهو مرض العصر بس عند النساء أكثر على قولتك إنه بسبب الهرمونات. بدي أشير لشغلة، الطفل لما بيبكي الأم بتصحى أسرع بكثير من الرجل، لأنه منبه بيكون حساس للموضوع، بينما الرجل بيتم نايم. فهي من الأمور اللي بنلاقيها عند النساء أكثر من عند الرجال. دكتور أنا ملاحظة شغلة من تجربتي الشخصية وتجربة الناس اللي حواليني، إن المرأة يعني الإنسان لما يكون يشتغل كل اليوم ومسوي مجهود ما تصير له حالة أرق نفس ما تصير له وهو ما عنده شيء قاعد مرتاح. فهل تشوف أن الأرق ممكن يكون من الفراغ؟ ممكن يكون هذا الشيء ولا لا؟ استبعد هذا الموضوع بصراحة. هذا الأرق الموضوع بيكون إما نتيجة انشغال متكرر، ونحن صايرين الآن يعني ذكرتي الآن ممكن اتطرق للنقطة اللي قلتيها، إنه نحن بدنا نتم عم نشتغل وبالكباسيتي الكاملة لساعة الدخول للنوم، للحظة الدخول للنوم. فهذا غير ممكن عمليا. فقضية إنه نريح جسمنا، نهيئ حالنا قبل النوم، بالإضافة لأنه ضغوط الحياة الآن أصبحت ضغوط كثيرة جدا، وجود الآيفون والآيباد وجود التلفزيون، هالأمور هي عم تخلي الإنسان على تنبيه متكرر على مدار الساعة. طيب دكتور شنو تنصح المرأة العاملة وشنو تنصح النساء عموما بحكم التغيير في الهرمونات وكل الشغلات اللي تمر فيها المرأة؟ شنو أنت ممكن تنصحها كدكتور تساعدها إنه هي إما تنظم وقتها في الشغل وما توصل لحالة الأرق؟ في قضية مهمة مع النصيحة هون لابد أن نشير لها. ممكن يكون النوم عرض مثل ما ذكر الدكتور محمد، عرض لمشكلة. وبالتالي ممكن يكون عرض. المرأة اللي عندها اضطراب نوم وعندها شخير تحتاج لزيارة الطبيب وإجراء اختبارات النوم، فحوصات. المرأة اللي عندها قلق ربما تحتاج لعلاج نفسي. في كتير من اضطرابات النوم ممكن تحتاج إلى علاج نفسي أو علاج عضوي. فبدنا ننتبه لناحية مهمة جدا. النصيحة الأولى أنه استشارة الطبيب إذا في أي مشاكل تانية مرافقة. يعني إذا كان فقط صعوبة في النوم فهذا نصائح ممكن نذكرها بسيطة، لكن صعوبة النوم مع انفعالات متكررة، مع سرعة بكاء مثلا، مع سرعة غضب، هذا ممكن يكون مشكلة نفسية. اضطراب النوم مع شخير متكرر ونعاس متكرر خلال النهار، هذا ممكن يكون اضطراب نوم يحتاج لزيارة طبيب الأعصاب. هذا هو سؤال أبي أطرحه عليك دكتور. في حالة الأرق هذه واضطرابات النوم، هل تنصح أن المريض يروح يشوف دكتور نفسي أو يعني بتكون جلسات علاج أو تكون عن طريق العقاقير؟ هلأ هون بدنا نشخص المشكلة. إذا كانت المشكلة اكتئاب أو قلق علاجها عن الطبيب النفسي، إذا كانت المشكلة شخير إما علاجها عن طبيب الصدرية أو طبيب الأعصاب. فعلى حسب المشكلة يجب الأرق للدكتور النفسي، الجلسات الدكتور علاجية النفسي. الآن العلاج إذا كان شخير علاجه مختلف، ما بده أدوية، بده السيباب. عند الطبيب النفسي نحن ما بدنا نعالج اضطراب النوم لوحده، بدنا نعالج اضطراب النوم مع المشكلة اللي هي جزء منها. على سبيل المثال الاكتئاب بيسبب إلى أفكار سوداوية، انزعاجات، اضطراب بالذاكرة، نسيان، اضطراب نوم. فأنا ما بروح لاضطراب النوم بنسى. فإذا في مشكلة بدنا نعالج المشكلة كلها، بينحل مشكلة النوم. إذا ما في مشكلة عضوية ممكن هون تكون النصيحة اللي بدأ فيها الدكتور محمد ممكن يشير إلى أنه في أولويات بالحياة. يعني المرأة لما بتكون خلينا نقول ولداني وصار لها عدة أشهر وبترضع والآن عندها امتحانات عم تحضر لماجستير وفول تايم، يعني في أولويات في الحياة طبعاً. فهون حيصير عندها اضطراب نوم، لازم تحاول تختار يا أما كذي يا أما كذي. في أولويات بدأ تحط شو الأولويات. فالطفل الآن يحتاج أولوية، فبدأ تأجل الماجستير، العمل بدأ تأخذ ساعات عمل أقل، فبدأ تغير ساعة نظام حياتها. لابد من الاهتمام بأمور بسيطة سواء الرياضة ولا الحمية ولا تنظيم الأكل. الأكل المتكرر يلي بوجبات خفيفة. الأمر اللي ذكره الدكتور تناول الطعام والنوم هذا مشكلة، ما بيخلي إما بيخلي الإنسان يصحى عدة مرات في الليل عطشان أو متلبك،
فبده ياكل قبل فتره، المشروبات الغازيه مهمه جدا، التليفون بده يطفي قبل بثلاث ساعات. هون بنجي للنقطه اللي ذكرتيها، جدا مهم قبل هذا ساعتين الموضوع. ثلاث ساعات بده يكون الواحد عباره عن فتره استرخاء، يقرا شغله ممله، يقرا جريده، يقرا في اشياء. ينام على التلفزيون دكتور، يقول لك اذا ما في تلفزيون ما راح اقدر انام. هل التلفزيون من عوامل العلاج؟ ممكن يكون من عوامل العلاج، يتفرج على مسلسل، يتفرج على شغله بسيطه، مش يتفرج على اخبار أو ودم فيلم وفيلم رعب، ما بيحسن بينام هون. طيب دكتور، المريض اللي تكون عنده حالة أرق ويهمل نفسه، يقول لا مو مهم ما راح أروح أتعالج، شنو المخاطر اللي ممكن يوصل لها إذا ما راح أعالج نفسه؟ مخاطر كثيرة جدا، راح أذكر لك أحد المخاطر. أكثر أسباب حوادث السيارات اضطراب النوم والأرق. معظم حوادث السيارات ناجمة عن اضطراب النوم وعدم النوم الكافي، فبينام الإنسان هو وللحظات أثناء السواقة فبيدخل في حادث سيارة. اضطراب النوم ممكن يؤدي إلى اضطرابات تنفسية، اضطراب النوم ممكن يؤدي إلى ارتفاع الضغط، اضطراب النوم ممكن يؤدي إلى الدخول في حالة القلق الآن والانكزايتي ديسوردر. يعني تنصح الناس أن إذا شخص وعرف أن عنده هذا النوع من المرض أنه يروح يتعالج فورا؟ في عنده حلين. الحل الأولاني هو يبدأ بنفسه يشوف إذا باستطاعته من النصائح اللي ذكرناها استطاع يتغلب على الموضوع. ما تغلب على الموضوع نصيحة يروح يشوف طبيب، لأنه الموضوع فعلا ممكن يكون له أثر على حياته الشخصية وعلى الأعصاب. يعني المرأة ممكن قلة النوم عندها شلون يأثر على أعصابها دكتور؟ بيأثر، لأن النرفز الشديدة خلال النهار بتصير بتنرفز على أولادها، تنرفز على زوجها، بتصير بتنرفز على صاحباتها، بصير الناس بيكرهوا يكلموها، فبتأثر على نفسيتها. فالأمر يعني على بساطته لكن ممكن يكون له تأثيرات سلبية جدا على حياة الإنسان. طيب دكتور، شنو تعطينا نصائح يعني غير اللي ذكروا لنا إياها في التقرير، نصائح فعالة جدا عشان واحد ينام بسرعة؟ هلا قبل بساعة إلى ساعتين يسكر التليفون. سكر التليفون، لأن يقولون إن إضاءة التليفون تتعب العين وتسبب النرفزة والأعصاب للشخص. لا، غير إضاءة التليفون، كل تليفون بيؤدي لتفكير بأنه شو تبعات التليفون، صار في مشكلة فبده يطفي التليفون. التلفزيون فعلا مهمة جدا. هلا أشياء تانية، أنه الإنسان يكون عنده كتاب يقرأه باستمرار في آخر ساعة ساعتين، مطالعة، يقعد مع الأولاد، يقعد مع زوجته، يخلي وقت، أو الزوجة مع زوجها، تخلي هذا الوقت فعلا وقت يفصل استرخاء، وقت راحة، وقت هيك دردشة. هذا مهم جدا، وبيكون حتى وقت quality of time يعني بين الزوج والزوجة، أنه آخر ساعة ساعتين كتير كويس هذا الوقت يقضي الزوج والزوجة سوا، الأولاد نايمين، مش والله بانفعالات وتعصيب وأخبار ورد على التليفون. أتمنى أنه كل اللي قاعدين تابعونا يسمعون نصايحك دكتور. شكرا وايد على النصايح اللي عطتنا إياها. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم في برنامج سيدتي. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل تعرفي على أبرز الخطوات لتجنب تجاعيد اليدين.